يعني بعض الأحيان الإنسان يتساءل أيها الإخوة، كيف استطاع العلماء الشيخ السعدي كيف استطاع أن يؤلف قاموس الشريعة ب 93 جزء؟ لو كنا نسمع ما لم نره بعيننا لا نصدق. كيف استطاع يعني الشيخ محمد بن يوسف الطفيش قطب الأئمة 96 سنة عاش، كيف استطاع أن يؤلف 300 مؤلف أو أكثر؟ كيف استطاع؟ بركة في الوقت. هناك أوقات كثيرة مهدرة عندنا، حتى ما نذهب بعيدا، أناس يعيشون بيننا، سماحة الشيخ كيف استطاع يؤلف كتاب برهان الحق 8 أجزاء إلى الآن مطبوعة وستطبع؟ كيف استطاع؟ كيف استطاع فلان وفلان وفلان؟ أنا ما أقصد تأليف، فقط أضرب مثال أن الإنسان يستطيع اليوم يحفظ سطر، بكرة سطر، بعد بكرة سطر، بعد فترة تمر عليه استطاع أن يحفظ، يحفظ صفحة، يحفظ صفحتين، يحفظ ثلاث، يقرأ من ورقة. هذه أوقات مهدرة أيها الإخوة. لذلك أحد العلماء ماذا كان يقول؟ يقول ينبغي للإنسان وهو يطلب العلم أن يسعى أن يحفظ مذكراته، لأن هذه المذكرات ستكون بعد مرور الزمن ويش؟ كتب له. وعندما يقرأ الكتب عليه أن يلخص، يستفيد، يرجع لها بعد فترة، لا تحتاج منه وقت كثير. فهذه أعمال أيها الإخوة كثيرة. نحن نتساءل نقول ما عندنا أوقات، هي حقيقة أن عندنا أوقات، لكننا نهدر الأوقات ولم نستنزل